شايف ان في حاجه اسمها نمره واحد؟ لا مفيش حاجه اسمها نمره واحد. لا لا خالص مفيش حاجه اسمها نمره واحد. القمه ممكن تشيل ناس كتير، والا ما كانش في مثلا الاستاذ زكي رستم والاستاذ ستيفان روسكي والاستاذ عبد الفتاح الاسري والاستاذ رياض الاصابجي والاستاذ، لا مش ده اللي اقصده، يعني ايه استاذ عماد ابراهيم، يعني كل دول تقدر تقول ده نمره كام؟ لا مش قصدي نمره واحد في العمل، قصدي نمره واحد في المطلق. يعني لا. النهارده ممكن نقول ان الممثل الفلاني هو نمره واحد او المسلسل الفلاني هو نمره واحد والباقي كله بعد. لا 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 ما اقدرش احكم ده وما اقدرش اقيمه، وانا عن نفسي مش هم، والفن مش معمول عشان كده انك تقول ده نمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثة خالص. الفن هو الفنان نجح امتى؟ لما يأثر في مجتمعه في البيئة المحيطة ليه. ده راجل مؤثر، ده فنان أثر، العمل الفني اللي قدمه عجب الناس واستمتعوا بيه وأثر فيهم ولا لا. لكن حتى هو رقم كام دي صعبة، يعني انت لأن كمان الناس أذواق، الناس واقفة مثلا ممكن تحب محمد رمضان، الناس تانية تحب عمرو يوسف، الناس تالتة تحب يوسف الشريف، الناس رابعة تحب أحمد السقا، فكل واحد. لكن مفيش حد يقدر يقول إنه رقم واحد لا لا لا. أنا يعني معلش بعترض على الكلام ده. بمعرفتي القريبة ليك عارف ان انت اكتر حاجة بتوجعك كرامتك قوي ورجولتك. امتى حصل موقف حسيت انه جه على كرامتك في موقف في الشغل في يوم من الايام وحسيت انه جه على كرامتك وقفلك قوي؟ مش شرط دول اسامي لو مش عايز تقول، يعني ممكن يبقى موقف حصل وانا عارف الحاجات دي. هي كم مرة حاجة كم مرة في عمل بس مش عايز اذكر العمل، مفيش مشكلة. مخرج كبير طبعا له تاريخ، حبيبي كان مخرج كبير له تاريخ، فانا جيت كان مدير الانتاج ما بيحبنيش، فعمل فيا مقلب كده ان انا طبيعي ان انا ملتزم جدا، باجي قبل معادي وببقى موجود في التصوير. فالمهم ايه، كلمتهم يا جماعه قالوا لي ما تنزلش لما نكلمك. ففضلت انا قاعد في البيت مستني لابس هدومي وقاعد سوري بالشوز بتاعي على السرير بتاعي وقاعد مستني تنزل تشتغل على طول. وجاهز كل حاجتي جاهزه من بدري الصبح يعني. فلقيته ايه بيقول لي ايه، لقيته فجاه انت فين انت فين؟ قلت له انت انا موجود انا جاهز. قال طب يلا تعالى. فرحت فلقيت المخرج ومخرج كبير يعني انا جاي بقول، قال لي انت بتاخر ليه؟ انا لسه بقول له يا فندم انا، راح شايطني جامد جدا جدا وقال لي انت بره مش هشتغل بره العمل. انا بقول له انا عايز اقول له ان انا اتظلمت، يعني انا ان انا ما اتاخرتش ده هو فلقيت نفسه مدير الانتاج ده، كنا بقى ما عنديش خبره يعني. قول لي ايه خلاص خلاص ما تتكلمش خلاص خلاص. فانا المهم ايه، انا عايز اتكلم عايز اثبت له ان انا ما مش مقصر يعني. وانا مش فاكر، انا فاكر ان مدير الانتاج ده يعني ايه مش بيضحك عليا او عامل فيه مقلب، لا يعني فاكره بجد يعني ان هو ايه انه يعني ما ادركتش اللي حصل يعني. فالمهم ايه، فبعد فتره فلما جيت بقى ايه خلاص انا ماشي بقى من الفيلم، فدخلت مع نفسي في اوضه كده قعدت اعيط يعني بكيت يعني. فصعبت عليا نفسي ان انا اولا الراجل زعق لي واهني، هو ما شتمش بس زعق بس يعني. كان في قدام الناس قدام الناس، وانا جيت فما عرفتش ارد ومعيد ان انا ارد. ما كانش في شغل تاني، ده بقينا اعز اصحاب واشتغلت معاه تاني، وهو بقى عارف ان انا اتظلمت ساعتها يعني. بس ده يمكن الموقف اللي انا حسيت ان انا ما قدرتش مش عارف ارد وفي نفس الوقت ما ادانيش فرصه ارد وكده يعني. انت كنت نجم سينما لفتره، ولكن بعد ظهور سينما الشباب في وقت من الاوقات حسبوك على اللي مش شباب واختفيت عن السينما فتره واتجهت للدراما. بعد كده رجعت، راجع حلو قوي في فيلم الفرح، كان دور مهم قوي الناس كلها يمكن برغم النجوم الكتير اللي كان في العمل، لان كان في سبوت على ياسر جلال. هو انت طبعا هو كل واحد بيحب يطلع ناسه، الناس اللي هم هو قدمهم يعني، وده شيء مشروع. السينما طلعت فيها شويه افلام طلعوا ناسهم شباب، مجموعه شباب يعني. فانا ما كنتش انا من ضمن الناس اللي طلعوا، وبالتالي كانت الناس برضو ايه عايزه تثور على كل ما هو سابق يعني السينما اللي قبل او كده يعني. فانا ما قدمتش نفسي، ما عرفتش اسوق نفسي ليهم، وما رضيتش اروح اطرق الابواب.